هو صحيح الناس هتشتري الكهرباء من القطاع الخاص؟ وهل الحكومة بكده شالت ايديها؟ ومين اللي هيحدد الأسعار؟ وهل انتهى عصر الكهرباء الحكومي؟ تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. بانكير، نبض البنوك. فواتير الكهرباء مع فواتير المية والغاز والتليفون الأرضي، دي الفواتير الرسمية واللي بقالها سنين ما بين الحكومة والشعب. ومحصل النور ليه حكايات مع المصريين، وبقى ضمن تراث العائلات والأسر، وبقى بيظهر في الدراما والأفلام. ومعروف أن المواطن طول عمره بيدفع كهرباء للحكومة، لكن الزمن بيتغير، قواعد الاستثمار والاقتصاد كمان بتتغير، والقطاع الخاص دخل في كل حاجة فيها فلوس، وده بيحصل عادي بره. لكن ايه الحكاية وايه اللي بيحصل في مصر دلوقتي؟ من فترة طلع كلام ان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيسمح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية للمشترين، وبيتم دلوقتي وضع الاشتراطات الخاصة بتنفيذ القرار ده. واتنشر في وسائل الاعلام ان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران بيستعد للاعلان عن القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء للقطاع الخاص بنظام P2P كبداية تطبيق النظام الجديد قبل نهاية السنة الحالية، يعني في الكام شهر اللي جايين، وانه بيتم تحديد شروط الحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، وقال ان ده ضمن التمهيد لتحرير سوق الكهرباء في مصر. دي مجرد تجربة علشان يشوفوا ممكن القطاع الخاص يعمل ايه لو مسك هو توزيع وتحصيل الطاقة واشترى محطات من الحكومة مثلا. وعشان كده القطاع المنزلي مش في الحسبة دلوقتي، يعني حضرتك كمستهلك هتفضل زبون عند الحكومة وهتستمر في التعامل معاها زي ما انت عايز. جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حدد 3 انواع بس من المستهلكين بالقطاع الخاص، واللي هيتم السماح ليهم بالحصول على الكهرباء من محطات مملوكة للقطاع الخاص هيتم الاعلان عنهم قريب. والنظام هيكون تجربة لمدة سنة واحدة لإعادة تقييم التجربة وتعديل الشروط والقواعد الخاصة بيها اذا لزم الامر. ونيجي لأهم نقطة، هو مين بيحدد الرسوم أو الفواتير؟ الحكومة هي اللي بتحدد كل حاجة طبعا، والقطاع الخاص هنا مجرد مشغل زي كده اللي بيحصل في قطاع الاتصالات، وشركات بتقدم الخدمة، لكن جهاز وتنظيم الاتصالات هو اللي بيحدد الرسوم وأسعار الكروت ومقابل الخدمة. يعني حتى لما القطاع الخاص هيمسك الكهرباء، الفواتير اللي هتيجي هتكون بناء على أسعار الحكومة المعلنة عن كل كمية أي استخدام، وكله هيكون منشور ومعروف. السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة المستهلك من القطاع الخاص هتكون لحين التأكد من نجاح تجربة P2P من القطاع الخاص للقطاع العام، ولو نجحت هتدخل شرايح تانية، وإن تحديد سعر الكيلو وات في التجربة هيكون بمعرفة المستثمر نفسه، لكن وفقا لشروط بيحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. أهمها إن ما يكونش السعر مبالغ فيه وفقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات في الساعة، سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة. طب معنى كده الحكومة هتستغنى عن المحطات اللي اشترتها بالمليارات؟ وايه مصير شركات التوزيع والاف الموظفين فيها؟ الحكومه ما سابتش نقطه الا وشرحتها، وقالت ان السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقه الكهربائيه لا يعني اطلاقا الاستغناء عن شركات توزيع الكهرباء التابعه للشركه القابضه للكهرباء مصر، وان الهدف من الاعتماد على القطاع الخاص ببيع الطاقه المستهلك من القطاع الخاص هو توفير القدرات اللي موجوده على الشبكه القوميه للكهرباء للقطاع المنزلي فقط في المستقبل. يعني في السنين اللي جايه الحكومه هتسمح القطاع الخاص انه يستخدم انتاج محطاتها وبنيتها التحتيه من شبكات توزيع ومحطات وغيرها في التوزيع والبيع للمستهلكين بعيدا عن القطاع المنزلي، واللي هيفضل في رقابه الحكومه. انا اشرفت اشرف، والى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.